هذه الصور المباشرة ننقلها لكم من أمام المحكمة في منهاتن، حيث يتوقع وصول ترامب، أو هذه من أمام البرج الذي يقطنه منذ البارحة الرئيس السابق دونالد ترامب، وسيتوجه منه إلى محكمة منهاتن. كان هنالك حظر لوسائل الإعلام لدخول المحكمة ومتابعة هذا التحقيق، وقيل إن ترامب سيدخل من ممرات خلفية وبعض أنصاره يحتشدون أمام المحكمة، ومحاموه قالوا إنه ربما يلقي كلمة قصيرة قبل الدخول. سيد جيمس، هناك من يقول أن ما يحدث من محاكمة الآن هو استفتاء على الرجل، استفتاء على شعبية دونالد ترامب. هل تعتقد أنه كما ذهبت القراءات هذه المحاكمة ربما تكون بمثابة قبلة الحياة التي قد تعيد بعث دونالد ترامب سياسيا من جديد؟ في الولايات المتحدة لا أحد فوق القانون، ومن ضمنهم الرئيس أو الرئيس السابق للولايات المتحدة. إذن إنها قضية الآن فيها اتهامات معينة. اسمح لي سيد جيمس المقاطعة، لا نتحدث عن من فوق القانون ومن يتجاوزه القانون، نتحدث عن كيفية استفادة الجمهوريين دونالد ترامب تحديدا من هذه المحاكمة سياسيا، ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية العام القادم. نعم بكل تأكيد، الرئيس السابق بكل تأكيد الآن يحصل على إعلام أو تغطية إعلامية حرة، فاسمه سيكون على كل وسائل الإعلام وفي كل التلفزيونات من الآن ربما حتى يوم الانتخابات، وهذا إعلام حر أو مجاني لن يدفع له، وهذا شيء طبعا قد نفعه في 2016 وربما أيضا يمكن أن ينفعه هذا العام. بحسب زميل أنس قبل قليل، هنالك استطلاعات للرأي أجريت أواخر مارس الماضي زادت في نتائجها شعبية الرجل في الأوساط الجمهورية. بمعنى، هل سيستفيد من هذه المحاكمة في انتخاباته القادمة أو في الانتخابات الأمريكية القادمة، أم أنها فقط لحظات تعاطف ربما ستمر بعد انتهاء هذه المحاكمة؟ كيف يمكن للجمهوريين أن يوظفوا ما يحدث الآن لتحقيق مكاسب انتخابية لاحقة؟ شعبية دونالد ترامب بين الجمهوريين تبدو دائما مستقرة، ولا أعتقد بأن هذا سيؤثر كثيرا على ربما توسيع على أولئك الذين لا يحبونه. أظن بأن هذا سيسهل عليه لأن ينجح في الانتخابات التمهيدية بين الجمهوريين وليكون مرشح الجمهوريين، ولقد رأينا ذلك في المرشحين الذين أعلنوا مثل حاكمة فولف ساوث كارولاينا نيكي هيلي التي دفعت عن الرئيس السابق، وسيكون من الصعب عليهم إبعاد نفسهم عنه أو انتقاده، وعليهم أن يدافعوا عنه. وحتى المرشح الأكبر لمواجهة رون دي سانتيس هو بنفسه كان صامتا وحتى دعم الرئيس في معارضة هذه المحاكمة وقال إنها مسيسة. إذن يبدو بأن المرشحين من الجمهوريين أمامه لن يقفوا أمامه، وهذا سيسهل عليه الفوز في الانتخابات التمهيدية ويصبح الممثل للحزب الجمهوري. ولو أن نقطة استقرار شعبية الرجل أصبحت جدلية، خاصة بعد نتائج الانتخابات النصفية الأخيرة، قيل إن الجمهوريين خسروا هذه الانتخابات ربما فقط لعدم رغبتهم في دعم دونالد ترامب. هو قال إن المحاكمة غير عادلة، خاصة أنها في نيويورك التي صوت فيها الناخبون للجمهوريين بنسبة 1%. إلى أين يمكن أن تصل هذه التحقيقات؟ إلى أين يمكن أن تصل هذه التهم برأيك سيد جيمس؟ فيما يخص الانتخابات النصفية، مرشح ترامب فازوا في بعض السباقات وخسروا في بعضها، هو خسر في مناطق وربح في مناطق، إذن لا يمكن أن نأخذ ربما رسالة عامة عن الانتخابات في 2018. أما فيما يتعلق بنيويورك فنعم هي ولاية ديمقراطية، وينبغي أن يكون هناك اتفاق بين كل مثلا
المحلفين هناك. طبعا ترامب لا يحظى بشعبية في نيويورك، وهذه قضية جنائية، سترى الأدلة ثم نرى ماذا يحكمون عليه. وليست القضية بشأن ما إذا كان الأمريكيون أو المحلفون كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين أو من أنصاره أم لا، إنه إجراء قضائي فقط. إجراء قضائي، ولكنه يعد سابقة في التاريخ الأمريكي. لم يمثل أي رئيس سابق أو حتى سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة بتهم جنائية. هل يمكن أن تكون القراءات الجمهورية صحيحة أنها محاكمة سياسية بالدرجة الأولى، بعيدة عن أي تهم يمكن أن يحاكم على إثرها دونالد ترامب، خاصة وأن التوقيت الآن نتحدث عن انتخابات رئاسية مقبلة؟ يعني لماذا الآن إن كانت هذه القضية شراء الصمت هي منذ الانتخابات السابقة؟ ربما عليك أن تسأل المدعي العام وهيئة المحلفين الكبرى هذا السؤال. نعم، إنه من غير المسبوق كرئيس سابق لأن يوجه له اتهام، ولكن هذه المحكمة كان هناك مسؤولون كبار تعرضوا، وكان هناك وقت خلال التاريخ الأمريكي حيث إن الأمريكيين نظروا في شخصيات مثيرة للجدل وأصدروا أحكاما بناء على براءة أو إدانة ذلك الشخص. إذا هذه المحاكمة نفسها ونظامنا القضائي هذا أمر ليس غير مسبوق، فهناك تاريخ طويل، ولكن ما هو غير مسبوق هو أن الرئيس دونالد ترامب هو رئيس سابق الآن يتم استجوابه. كما قلت، هناك الكثير من القضايا لأشخاص مثيرين للجدل في السياسة الأمريكية، في الاقتصاد والثقافة وغيرها، وتمت إدانتهم وتبرئتهم وحكموا، ولكن ربما كما قلت بناء كل ذلك على الأدلة الموجودة. وبما أننا نتحدث عن سابقة فالمعلومات حولها قد تكون شحيحة جدا سيد جيمس. الآن السؤال الذي يتردد كثيرا، هل يمكن لترامب الترشح لانتخابات العام 2024 رغم الاتهامات الموجهة إليه؟ نعم، الدستور طبعا واضح جدا بشأن معايير المرشحين للرئاسة حتى يصبحوا رؤساء لو فازوا بالانتخابات. وتوجيه اتهامات جنائية في ولاية نيويورك هذا لا يلغي ترشيحه، وهذا ليس موجودا في الدستور، ولذلك فإنه من غير الدستوري لأحد مثلا أن يمنع شخصا من الترشح ما لم يكن ذلك موجودا في الدستور. الأمريكيون عليهم ربما أن يغيروا الدستور ويقولوا بوضوح بأن هذا سيلغي ترشح هذا الشخص مثلا هذا الرئيس أو ذاك، ولا يصبح رئيسا إذا تمت إدانته وإذا فاز في 2024. التهم الموجهة لترامب في هذه المرحلة كثيرة جدا، ولا نعرف التهم الرسمية التي سيواجهها، ولكن الآن نتحدث عن قضية شراء الصمت أو الأموال التي دفعها لستورمي دانييلز قبل انتخابات العام 2016. هل القانون الأمريكي سيد جيمس يمنع ذلك؟ أحاول أن أفهم منك. القانون، أنا لم أرى كل الاتهامات، ولكن الأمر يتعلق بكيفية الرئيس السابق طبعا مع محاسبيه ومحاميه جلبوا أو جمعوا تلك الأموال لدفعها لستورمي دانييلز. أنا لم أرى كما قلت الاتهام، ولكن فيما يخص طبيعة الاتهام من المهم أن نقول أن دونالد ترامب قبل 2016 وانتصاره في الانتخابات اتهم، وكانت هناك بعض الأدلة الصوتية بأنه طبعا أيضا تحدث عن هوليوود، وكانت هناك ألفاظ بإيحاءات جنسية. وأود أيضا أن أتحدث عن هيلاري كلينتون، وخاصة بعد مثلا سأعود إليك سيد جيمس، أعتذر للمقاطعة، نحاول فقط أن نقف على طبيعة ما يحدث في نيويورك أمام محكمة منهاتن مع زميل إياد الجغبير. إياد، ضعنا في صورة ما يحدث من حولك، هل وصل دونالد ترامب إلى المحكمة أو حتى متى يتوقع أن يصل إلى هناك، وإن كان تأكد أن الرجل سيلقي بكلمة قصيرة قبل الدخول إلى المدعي العام؟
نعم، أولا من المتوقع أن يصل خلال الدقائق القادمة الرئيس دونالد ترامب إلى مبنى المحكمة خلال هذه الفترة. قبل قليل كذلك تحدثت مصادر لفوكس نيوز شبكة فوكس نيوز الأمريكية بأنه لن يكون هناك صورة، لن يطلب الإدعاء الآن أخذ صورة للرئيس ترامب بعد دخوله إلى المحكمة، لكن لم يتحدثوا عن بصمات الأصابع. إضافة إلى ذلك تم إطلاق كافة المنافذ إلى المحكمة من الأمام ومن الخلف الآن. قبل قليل شهدنا تعزيزات أمنية كبيرة إضافة إلى طائرتين من هليكوبتر الآن يحومان فوق مبنى المحكمة، وهذا دليل على أن الرئيس على وصول. هناك أيضا من المرجح بحسب وسائل إعلامية المحلية بأن يتحدث الرئيس ترامب بعد خروجه من المحكمة لجموع أنصاره المتواجدين الآن أمام المحكمة وهم بالألاف، على عكس ما كنا نشاهده بالأمس عندما تجمعوا أمام الفندق الخاص به في ولاية نيويورك والذي يبعد ما يقارب 20 دقيقة من هذا المكان. ننتظر الآن وصول الرئيس السابق دونالد ترامب إلى المحكمة، وثم ننتظر دخوله إلى المحكمة والاستماع إلى لائحة الاتهام التي سوف يوجهها القاضي إلى الرئيس السابق دونالد ترامب. إياد، ماذا عن الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة؟ قلت أن أنصار دونالد ترامب هم بالألاف يحتشدون أمامها الآن، وعمدة نيويورك البارحة كان حذر من أي توجهات لإثارة الشغب، وكذلك تحدث عن الإجراءات الأمنية المشددة في هذه المحاكمة غير المسبوقة. ضعنا في صورة ما يحدث من حولك إياد. نعم، أنصار الرئيس كانوا في مكان مخصص لهم في هناك حديقة أمام المحكمة. هذه الحديقة كانت مخصصة لأنصار الرئيس، لكنهم أيضا تعدوا وخرجوا من هذه الحديقة إلى الشارع المجاور لها، ومن ثم أعادت شرطة نيويورك إعادتهم إلى هذه الحديقة وأعطتهم مساحة إلى الخلف وليس إلى الجنب. كانوا يريدون طمعا في هذه المساحة الجانبية لأنهم من خلال هذه المساحة الجانبية يستطيعون أن يشاهدون ترامب أثناء وصوله. لكن كتعزيزات أمنية قامت شرطة نيويورك بوضع العديد من الباصات التابعة لشرطة نيويورك، إضافة إلى ذلك قاموا بإجبار إعادة كافة الأنصار إلى الموقع الذي كانوا فيه. الآن طائرة شاهد جديدة تصل إلى المكان، يبدو هذا دليل على أن الرئيس ترامب اقترب من الوصول. نشاهد هناك تحليق طائرة جديدة فوق مبنى المحكمة، هذه المشاهد شاهدناها أمس عندما قدم، هذا دليل على أنه أصبح على وصول. هذا كل ما هو جديد، لكن سوف نتابع ما هي التفاصيل التي سوف تحدث معه داخل أروقة المحكمة. لائحة الاتهام بالكامل ما زالت سرية، لكن هناك تسريبات عن لائحة الاتهام. طبعا ستبقى معنا إياد حال وصول ترامب لتنقل لنا وصفا وبصورة أيضا ما يحدث هناك. بحسب الزميل إياد الجغبير هنالك تحليق لمروحية فوق محكمة منهاتن، ما يعني أنه ربما وصل دونالد ترامب إلى أمام المحكمة وسط أنصاره. الآلاف الآن أصبحوا آلاف في هذه الساعة يحتشدون أمام محكمة منهاتن وسط إجراءات أمنية مشددة أعلن عنها البارحة عمدة نيويورك. وهذه المحاكمة كما قلنا هي محاكمة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي، لم يخضع أي رئيس سابق أو حتى سياسي لمحاكمة بتهم جنائية. هنالك لائحة من الاتهامات التي سيلقيها المدعي العام أمام دونالد ترامب.